مشاهدينا، وللمزيد من الحوار والتعليق تنضم معنا مشكورة بالصوت والصورة عضو لجنة النفط والطاقة النيابية السيدة زهرة البجاري. بداية مرحبا بك، مرحبا بك سيدة البجاري في حصاد هذه الليلة عبر رشيد. بداية، أزمة في الوقود وتحديدا في مادة البنزين المحسن في محطات التعبئة، سيدة البجاري ما هي الأسباب الرئيسة برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدينا الكرام. الحقيقة بلد الأزمات، والتقرير كان واضح جدا، يعني من أزمة وقود إلى أزمة كهرباء، وهذه دورة لمدة يبدو نقول بأنه منذ تغيير النظام، منذ سقوط النظام الجائر، وكان العراق ينتظر تغيير وينتظر تحسين، ينتظر خدمات، إلا أنه يبدو بأنه كل سنة تزداد الأزمات مع هذه الفترة. اليوم أزمة البنزين أو الوقود البنزين المحسن، وكذلك أيضا البنزين العادي، يعني تعلمون بأنه البنزين الموجود أو المصافي تعطينا بعض إنتاجها، يعني يكون يخلط مع البنزين المحسن الذي يستورد بكميات من 2000 إلى 2500 ليعطي منتج تقريب 9 مليون لتر من يوميا. طبعا هذا هذا البنزين، هذه الماده تستخدم كبنزين عادي يسمى بال 81 الاوكتاين، 81 اوكتاين وليس عالي الاوكتاين. اما البنزين المحسن طبعا هذا اللي موجود في محطات الوقود هو مستورد، غير هذه الكميه اللي موجوده للبنزين العادي. هذا الاستيراد طبعا نعتمد على شركة سومو في استيراد وتسويق النفط، وهذه مسؤوليتها، مسؤولية شركة سومو هو المسؤولية الأولى. يبدو بأنه هذه الشركة الآن لديها مشاكل في استيراد البنزين. لا يعني بأنه ارتفاع أسعار النفط. سيد البجاري، يعني وزارة النفط تؤكد للمرة الثانية على عدم وجود أي مشكلة، وإن القضية كانت مجرد يعني فحوصات ثم يعيد التجهيز من جديد، لكن الواقع يقول إن يعني الأزمة مستمرة، أين الحقيقة؟ لا نعتمد اعتماد كبير على ما يتم التصريح عنه، إنما نعتمد على ما هو واقع في الشارع العراقي اليوم. المواطن ليس لديه الوقت الكافي أو الطاقة بحيث ينتظر على ولا توجد أزمة. لو لم تكن أزمة لما نطق الشارع، ولما هناك طابور من السيارات تنتظر البنزين، يعني ذلك بأنه بالفعل توجد أزمة. لذلك من واجب توقعات إن شاء الله هو تمهيد لرفع الأسعار مجددا بعد أن تم تخفيضها قبل أشهر؟ يعني في الموازنة كان هناك فقرة من الفقرات التي كانت تحدد سعر النفط الخام الذي يكون مجهز إلى المصافي، وطبعا كان هناك السعر مرتفع جدا، وحاولنا كلجنة الطاقة بأنه نخفض هذا السعر بحيث يضيف إلى الرقم السابع، كان 5000 أضيف إليه 7500 أصبح 12000 للبرميل، لكن هذا يجعل المصافي في يعني في مرحلة توازن بحيث لا تكون خاسرة. أما إذا ارتفعت أسعار البترول الذي يجهز المصافي، فمعنى ذلك بأنه قد ترتفع الأسعار، لكن هناك حماية للمواطن بحيث لا ترتفع، يعني مطالبتنا بأن لا ترتفع الأسعار. اليوم هذه ليست إشارة على أنه أو مقدمة لكي ترتفع الأسعار، لأنه إذا كانت يقولون بأن الأسواق العالمية ارتفع سعر البترول، نحن نصدر بهذه الأسعار وليس فقط لا نستورد، وبذلك يكون هناك لدينا الأموال الكافية ليكون دعم للمواطن في أسعار البنزين. وهذا واضح، يعني اليوم البنزين هناك تصريحات ل 650. نعم، هناك تصريحات سيد البجاري سبقت الأزمة تتحدث عن خسارة الدولة ل 250 دينار عن كل لتر محسن يتم بيعه. هل هذه الحسابات صحيحة؟ حتى لو كانت هذه الحسابات صحيحة، بالفعل هنا البنزين المستورد اللي عالي الأوكتاين هو سعره يعني يجهز إلى المواطنين بسعر مدعوم، لكن هذه مسؤولية الدولة. نحن بلد نفطي ونصدر اليوم النفط بكميات كبيرة، وكذلك هناك فرق كبير بالأسعار، يعني الأسعار اليوم ارتفعت بحيث من 45 تصل تقريبا إلى 76 أو حتى ربما تكون إلى 80. هذه الفروقات في السعر، أين تذهب الأموال؟ يجب أن يكون يستمر الدعم
دعم للمواطن خاصة في ما يخص الأسعار النفط المحسن. طيب. عفوا البنزين المحسن. طيب الحكومة تعتبر سبب الخسارة في خفض سعر الوقود البنزين المحسن إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية. سيد المجاري بكل صراحة، ليست هذه مفارقة بأن يكون العراق بلدا منتجا للنفط ترتفع أسعار البنزين مع ارتفاع النفط؟ هذا جيد بأنه ترتفع أسعار النفط، لأن نحن بلد مصدر للنفط، الشيء الوحيد الذي نصدره هو النفط. معنى ذلك كلما ارتفعت أسعار النفط عالميا هناك واردات إضافية تأتي إلى العراق، وهذا من حق المواطن بأنه ندعمه في مجال آخر وفي سعر النفط عفوا البنزين المحسن. بالإضافة إلى ذلك، يعني لماذا لم تتجه وزارة النفط إلى المصافي؟ يعني نحن بلد منتج للنفط بكميات كبيرة، وممكن وبدل ما أن نبيع النفط الخام وثم نستورد المنتوجات النفطية، علينا أن نقوم بتصنيع الصناعات النفطية داخل العراق وتنشأ المصافي وتكون الحركة حقيقية لإنتاج المصافي بدل ما وعمل المصافي بدل ما أنه نستورد هذه المنتجات. نحن كل تقريبا المنتجات الصناعة النفطية هي مستوردة، وهذه طبعا هدر بثروة العراق. نحن نطالب وزارة النفط بأن تقوم بدور كبير في إنشاء المصافي وتطوير المصافي اللي موجودة لزيادة الإنتاج المحلي بدل ما أنه نبيع النفط الخام ونستورد منتجاته. طيب في الملف ذاته سيدة البجاري، وبوصفكم يعني أحد أعضاء لجنة النفط والطاقة النيابية، العراق حقيقة يعاني من أزمة طاقة كهربائية، وبمجرد أن تقطع إيران إمداداتها من الغاز سيحل الظلام في البلاد. إذا كنا نستورد البنزين ونستورد الغاز ونتعرض للأزمات باستمرار، ما فائدة وجود حكومة ووزراء ووزارات طاقة إذن؟ طبعا أيضا من الأسباب التي أثرت على إنتاج المصافي هي انقطاع التيار الكهربائي، لأنه تعلمون بأن هذه المصافي تحتاج إلى عندما تنقطع الكهرباء عنها تحتاج إلى يومين لإعادة تشغيلها، وهذا طبعا يؤثر على المنتج. خلال هذه الفترة، خلال أسبوع واحد، يعني انقطعت الكهرباء عن المصافي 4 مرات، وهذه كارثة أيضا تؤثر على المصافي وعلى الصناعات اللي موجودة داخل العراق. الأزمة الكهرباء، هذه الأزمة التي يعني مستمرة وتزداد كل صيف ويعلى المطالبة بالكهرباء. نذهب مرة أخرى إلى وزارة النفط. يعني إحنا بلد منتج للنفط، والإنتاج النفط يعني من المهم جدا أن يعني نستفاد من هذا الإنتاج بدل ما أنه نستورد الغاز. يعني اليوم إحنا نعتمد اعتماد على أنه نستورد الغاز لغرض تشغيل المحطات الغازية اللي موجودة في العراق. كان من المفترض بأنه يكون ضمن جولات التراخيص، تعلمون بأنه هناك فقرة استخراج النفط واستثمار الغاز، وهذه الفقرة لم نرها ولم ترى النور لحد الآن، ويبدو بأنه العراق باقي بأنه يستورد الغاز. هناك خطوات بطيئة وخجولة في وزارة النفط على موضوع الغاز واستثمار الغاز الذي يحترق ويسبب، يعني نحن نحرق مليارات الدولارات يوميا فعلا. وكذلك نسبب تلوث للبيئة أيضا وزيادة في معدلات الأمراض اللي تسببها التلوث البيئي اللي موجود نتيجة للصناعة العمليات النفطية الإنتاجية. نطالب وزارة النفط بأنه تطور هذا المجال وتهتم في مجال إنتاج الغاز واستثمار الغاز اللي موجود، خاصة وأنه نلاحظ بأن شعل الغاز موجودة في كل الآبار تقريبا اللي موجودة خاصة في جنوب العراق. نعم، حدثتنا من بغداد سيدة زهرة البجاري عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة عبر الرشيد. شكرا جزيلا لك، حياكم الله.